بالنسبة بقى للناس اللي هي عندها في الوقت الحالي هي نفسها مصابة بقحة أو بعطس أو بدور برد إنفلونزا عند الاختلاط بالآخرين، ننصح بأن هو يلبس الكمامة. بالنسبة بقى استخدام الجوانتي، وده حاجة من الحاجات الغريبة اللي أنا لاحظتها، إن في بعض الناس بتستخدم الجوانتي وتتعامل بيه عادي جدا جدا، يعني بعد كده بتمسك الموبايل وبعدين يشرب سيجارة مثلا أو يتعامل بيه عادي. يا جماعة الجوانتي مش معمول عشان نحمي ايدينا، الجوانتي معمول علشان ما ننقلش من ايدينا للجهاز التنفسي الفيروس. وبالتالي الاهم شيء، مش مهم جدا، مش مهم ابدا استخدام الجوانتي، المهم غسيل الايدين بانتظام وباستمرار. ولازم نعرف ان لو انا استخدمت الجوانتي ولمست بيه اشياء بره زي درابزين سلم، زي اسانسير، زي غيره، واتعاملت بيه في الشارع، الجوانتي ده بقى ملوث، فما استخدموش بدل ايدي. لابد من الحس الشديد كمان بالنسبه لما نسميه ريسبيراتوري هايجين، اللي عنده كحه يلبس ماسك، وفي نفس الوقت لو ما كانش فيه ماسك ف ينصح بان هو يكح او يعطس في كمه او في تيشو منديل ورقي ويتخلص منه في اقرب مكان يقدر يتخلص منه يكون مغطى لمنع انتشار الفيروس حواليه. بالنسبه للسوشيال ديستانس او المسافه المسموح بيها ان احنا نتعامل بيها مع الاخرين، الفيروس ده بيتنقل عن طريق ما نسميه الرذاذ، والرذاذ ده ممكن يقع على الاسطح والاماكن والدرابزين، وده عند لمسه ممكن ينقله الانسان لجهازه التنفسي لما يحطه على عينه او على وشه. الحاجه الثانيه انه يكون في مسافه بينه وبين الاخرين، بننصح انها تكون من متر ونص لمترين. المسافه دي هي المسافه اللي بتنقل بها الرذاذ عند لما يكون في بني ادم مصاب بالفيروس وبيكح او بيعطس ينقله للاخرين. فبالتالي لازم نجيب سوشيال ديستانس، ننصح بانها تكون مترين بيننا وبين الاخرين لمنع ان احنا نصاب بهذا الفيروس.